ركنية تأول رمز المناعي اللي بدون رقابة يسدد بكل قوة في شباك الحرس قفص. تعين زيد واحد أبرز لاعب في المباراة رمزي المناعي، وبعد حركة فنية من إلياس بن ميلاد يمضي على خماسية الجمعية والثلاثية ليه في هالمباراة. تنجح في تعديل النتيجة من تسويبة قوية للمهاجم رمزي المناعي. الدقيقة 87 رمزي المناعي يضيف الهدف الثاني. ليواصل الضغط رمزي المناعي يسدد من بعيد وحسين بعبع ينقذ الموقف. دقائق بالنهايه برشاش يمر بذكاء بالرمضان اللي يدخل منطقه الجزاء بالرمضان يمهل للمناعي اللي ينجح في تسجيل هدف الوحيد اللقاء ومغالطه الحارس البدوي. صحيح 18 علي المنصري نفذ قويه وكورته تصطدم بالقائم الايمن الحارس يوسف الترابلسي. المناعي في المتابعه والبقيه هدف ثالث في شباك الاتحاد. رمز المناعي ينفذ ضربة الجزاء وينجح في إضافة الهدف الثاني. دقيقة بعد رمز المناعي يسدد بكل قوة والكرة تمر فوق مرمى بن فضل. مليك رمز المناعي يضيف الهدف الثاني. رمزي المناعي وجه لوجه ومحرز حسني حاضر بخبرة السنين. My sweet summer.